الجنس على هذه الالتفاتة المهمة. بالنسبة للتسويلة اللي شفنا اليوم، كنتمنى أن الناس يكونوا مقتنعين بالكفاءة ديالها، بحكم أن المجهودات الجبارة قاموا بها الناس ديال السيميلات باش يقدموا هذا اليوم، ويوعيوا الناس على المزايا ديال الأهمية ديال الأدبية والفعالية ديالها، وكنتمنى لهم حد سعيد في هذه الفعالية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا فلاح وكوماش حتى الفيتوسانيتير، وجيت هذا اليوم الدراسي حول واحد النوع تيقول ليه الدابية السويلة. الحقيقة نوع ممتاز وجميع المواصفات اللي فيه كتنبه بأنه غادي يكون عنده واحد الوزن واحد الثقل ديالو في السوق ديال السويلة. سيدي طه درت هذيك الفاريتيه جات مزيانه، يعني خدمت لي لاكيليبر ديالها وكلشي اللي يكون شي حاجه مليحه. فبالنسبه للخبز تقاوم شويه على حساب بوبياض وكذا، وبالنسبه للحوشيه ديالها واللون اللي كيدي في المذاق ديالها، يعني تكون تكون النهايه تكون ملحمه، يعني القلب ديالها صغير وعاطيه الطوناج، يعني شي حاجه مزيانه. الذهبية parmi les variétés اللي بانوا جدا في السوق، فيهم روندمون مزيان او نيفو ديال كاين اوموجينيتي او نيفو ديال لي كاليبر، يعني تلقى كاليبر كلشي بحال بحال، وبالنسبه تتخدم بريكونس و طارديف. جينا شتنا هاد لا فاريتي السوق المحلي، هي واحد لا فاريتي اللي مزيانه وفيها ان بون كاليبر، التذوق ديالها مزيان، جو طو بريكس جيستيما فيغ 15 تال 17، اون بيل فاريتي للمارشي لوكال غتكون ان شاء الله مزيانه. اليوم الله يسهل.